يجنن. اتفضلي اتفضلي. ده انت اللي هتبقي تجنني يا رانيا، جوزك جايب لك الفستان بالمانيكان اللي لابساه. بنتي عادل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضلي. هاي 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 هاي، دي رانيا مراتي، ودي ماما، ودي اختي، ودي جايه مع العفش اسمها سناء. مين دي اللي جايه مع العفش؟ انا اللي جايه مع العفش، ولا انت اللي جاي مانجش السنيوره العروسه الغنغونه؟ هي مين العروسه دي يا بابا؟ اخص عليك يا عادل كده، برضه ما تاخدنيش معاك. ما اخدكيش معايا فين بس يا ماما؟ الفرح يا حبيبي، فرحك يا حبيبي على السنيوره الاموره كده برضو يا عادل، كده تبيع حبنا وسنوات الضياع علشان واحده زي القمر. ايه يا رانيا، ايه اللي انتوا فاهمينه ده؟ الانسه يا ريتا جارتنا في العماره، ويعني هي من لبنان. صراحه انا انقذتها النهارده، كان في واحد بياع انابيب حاول يغشها ويسرقها، رحت انا وقفت لها وانقذتها. يا سلام عليك يا ضنايا، طالع لامك شهر. برافو عليك يا بابا. طب مش كنت تقولي يا بيبي يعني لازم تخلي كده الضمير المستتر في اللاوعي يتحرك واغير عليك واحرج الست يعني؟ لا، من غير ما تحرجيها ولا حاجه. اهلا وسهلا، انت منوره، ويعني ما فيش اي حاجه، وانتوا ما تدونيش فرصة ان انا اتكلم خالص. اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا يا امورة. السؤال الاول هو ما وكيف وما هي نوعية الفصال؟ وده درس مهم جدا يا اخوان. قول يا اخويا قول، ما انت ممثل بارع. سناء لو سمحتي ما تتكلميش، عايزة تتكلمي ارفع صباعك اديك الاذن تتكلمي. وارفع صباعي ليه؟ ها؟ ارفع صباعي ليه؟ فاكر نفسك في المدرسة ولا في المدرسة؟ الله لا، انت قمتي من مكانك وجيتي لغاية عندي وزقتيني. روح على مكانك، روح على مكانك يا بيت. بيت. بالنسبة للسؤال ده، هو سؤال مهم جدا، لان احنا هنكتشف من خلاله ازاي هنفاصل البياعين اللي ممكن يستغلونا. ها، والسؤال ده انا هبينه لكم بشكل عملي، ازاي نتعامل مع الناس. رانيا اتفضلي. امرك يا بروف. رانيا دلوقتي انت كانك انت الزبونه وانا كان البياع بتاع البليله. طول عمرك بتختار وظايف بيئه زيك. اخر مره اسمع صوتك بتتكلمي يا سناء. شو هاي البليلة؟ البليلة اللي هي عارفة، بلاش البليلة. اخلص. بلاش البليلة، بلاش البليلة، خلاص سيبك من البليلة خالص. الخضار، تعرفي الخضار؟ ايه بعرفه كتير منيح. منيح. مش هنقول مثلا ان انا بياع الخضار ورانيا هي الزبونة اللي داخلة تشتري من بتاع الخضار. ايه اول سؤال ممكن تسألي لي بتاع الخضار؟ عن السعر اكيد. الله، برافو عليك. منطقية اللامركزية في الأسعار، بتقول إن أول سؤال يبقى الأسعار. أيوة يا رانيا، لعلمك خلي بالك، لازم إن إحنا ناخد بإيديها ونشجعها برضو، هي جارتنا وسايبة بلدها وقاعدة في غربة، فإحنا كأننا الأسرة والطفل بتوعها يعني. ماشي يا بيبي، I'm sorry. اتفضل كمل. دلوقتي أنا بتاع الخضار وهي الزبونة اللي داخلة تشتري من عندي، ودلوقتي أنا عارض الطماطم بـ3 جنيه الكيلو. 3 جنيه يا ابني؟ ده بجنيه و15 قرش، حرام عليك. يا ماما أنا بقول مثلا بـ3 جنيه الكيلو، وأنت داخلة تشتري 2 كيلو طماطم، هتفصلي إزاي وريني؟ ممكن يا معلم لو سمحت أشتري 3 كيلو طماطم بـ3 جنيه إلا ربع؟ يا سلام، دخل المعلم انت. معقوله؟ معقوله المعلم هيعكسك طبعا، وبعدين بتفصلي في ربع جنيه؟ فشل فشل. يوه بقى عودي 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 عودي، تعالي انت يا سناء، تعالي انت يا سناء. ورينا تعملي ايه. بقول لك ايه يا معلم، انت هو كيلو الطماطم بجنيه وربع، عاجبك ولا مش عاجبك؟ انا عارفه انت بتجيب الطماطم جمله منين، انت هتشتغلني ولا ايه؟ هتدوني بجنيه وربع واروح ابلغ عليك واعمل لك محضر في الضرايب. خلاص خلاص خلاص. برافو ايه، برافو ايه، انا اللي معلمها، انا اللي معلمها يا مفتريه. ميرسي. ماشي، الدرس الثاني. والدرس التاني لا يقل أهمية عن الدرس الأولاني، لأن فيه كيفية التعامل مع سواقين التاكسيات. لو أنت راكبة مع سواق تاكسي وسواق التاكسي قال لك اللي عايز 10 جنيه وهي البنديرة عاملة 5 جنيه وربع، هنعمل إيه يا سناء؟ 10 جنيه إيه؟ العداد عامل 5 جنيه، خليتهم 10 جنيه بأمارة إيه؟ لا مؤاخذة أعنى، مدام هم 10 جنيه كده كده هتدفعيهم. بقول لك إيه؟ كنت هديك 3 جنيه وربع، هما دلوقتي 3 جنيه من غير الربع عشان ضايقتني، ولو ما خدتش فلوسك واتلميت والله العظيم 3 لاعمل لك محضر في شرطة المرافق. برافو يا سلطان. ميرسي. اتعلمت حاجة؟